طبعا احنا هدفنا الاساسي بكره ان شاء الله نوصل للنقطه 15، لكن بعيدا عن حسابات المكسب والخساره وبعيدا عن حساب النقاط، دايما بتفضل مباراه الاهلي والمحله في المحله مباراه من الماتشات اللي جمهور الفرقتين بيستنوها طول الموسم، واحده من الماتشات اللي بتبقى مليانه اثاره ومليانه نديه بصرف النظر عن يعني الاسماء وبصرف النظر عن موقف الفرقتين في الجدول، واحده دايما من المباريات اللي الحقيقه نتمنى بكره نستمتع بيها ان شاء الله قبل اي شيء، ونتمنى طبعا المكسب للنادي الاهلي. اسمحوا لي ارحب بضيوفي في السادسه النهارده، بيشرفنا طبعا كابتن شريف الخشاب نجم نادي المحله. مساء الخير يا كابتن شريف. مساء الخير، اهلا بيك سعيد. اول ظهور لحضرتك على شاشه الاهلي. لا انا طلعت قبل كده بس برامج ثانيه، اول السادسه معانا اول مره. يشرفنا ويسعدنا دايما. اهلا وسهلا بحضرتك، وطبعا من نجومنا اللي بنحترمهم وبنقدرهم دايما وبيسعدنا وجودهم معانا في السادسه كابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اسمح لي ابتدي مع كابتن شريف. طبعا النهارده طبعا ماتش يمكن واحده من كلاسيكيات الكوره، يعني تعودنا طبعا تاريخ طويل جدا من المنافسه بين الاهلي والمحله، وزي ما كنت بقول بصرف النظر عن فرق الترتيب بصرف النظر عن فرق الاسماء بتبقى دايما المباراه دي صعبه على الفرقتين. من وجهه نظرك ليه؟ يعني ليه الاهلي والغزل بالذات في المحله بتبقى دايما مباراه خارج الحسابات؟ الاول بس اسمح لي ان انا ارحب باخويا وحبيبي وعشره عمري بقالي كتير ما شفتوش، فسعيد طب جدا. ده فرصه كويسه ان احنا جمعنا سوا طبعا النهارده. فسعيد ان انا النهارده ما حشيش رحله عمر طويله. قابلته في الملعب يا كابتن شريف كتير، زمايل كمان. زمايل كمان كاس عالم وافريقيا ايوه يعني، ففرصه سعيده ان انا اكون معاه النهارده. ماتش المحله والاهلي دايما انت عارفه خصوصا في ملعب المحله بيبقى له طعم تاني، لان جماهير المحله بتبقى عاشقه للكره الحلوه، والاهلي من الانديه طبعا اللي بتلعب كره حلوه جميله، وبيبقى في نديه في الماتش خصوصا في ملعب المحله. انت عارف المحله حواليها بلاد ارياف شويه، فكلهم طبعا اغلبهم اهلاويه. فطبعا الملعب بيتقسم اتنين، نصه اهلي ونص ايام محلة. ما كان مسموح بالجمهور بكامل قوته يعني. فاحنا فانا كنت متعود حتى وانا لعيب او وانا مدرب للمحله ان انا عارف في النص ده خلاص محجوز للاهلي والنص الثاني بتاع المحله، فالملعب بيبقى الجمهور متكافئ فبيدي طعم تاني خالص، نديه واثاره، نديه واثاره. زائد ان الاهلي دايما بيلعب على المكسب والمحله في ملعبها بتلعب على المكسب، وبالتالي الفرقتين عايزين الثلاث نقاط، فبيبقى الجيم مفتوح، بيبقى فيه كره جميله جدا. الجيل ده من المحله شايفه عنده نفس الروح ونفس الـ الاداء اللي كانت بتمثله؟ طبعا المحله غاب عننا فتره طويله لكن رجع لنا بالسلامه السنه اللي فاتت، شايف انه ده امتداد للاجيال الكبيره اللي كان بيقدمها غزل المحله للكره المصريه زمان؟ لا طبعا الاجيال يعني لو قلنا اسامي الاجيال السابقه يعني اسامي تخض، يعني قلنا الجيل اللي خد الدوري العام السياجه وعماش عبد الحليم خليل وعمر عبد الله وحنفي هليل وسيد عبد الجواد ومحسن نحرير وفؤاد بخيت والبشلاوي محرس حمامة، أسامي كبيرة جدا يعني كابتن إبراهيم حسين كابتن عبد الدايم، أسامي ضخمة. جه جيل بعديهم تاني اللي هو جيل بتاعنا اللي هو شوقي غريب وأنا وخالد كرم والتليس وصابر عيد وخالد عيد والزفتاوي والمشائي وحسام عبد الغني وأحمد حسن، أسامي جامدة جدا. الجيل ده لسه معمول يعني، لسه الجيل بتاع السنة دي بقى لسه عودة مجمعه، لسه يعني يا دوبك مجموعة من اللعيبة بتوع السنة اللي فاتت على مجموعة من اللعيبة جداد داخلين السنة دي، إنما إحنا كان دايما يمتاز فريق غزل المحلة بإن قوام التيم كله من أبناء المحلة. أيوة. إنما هو للأسف الدنيا اختلفت طبعا دلوقتي. الدنيا اختلفت خالص دلوقتي، بتلاقي ثلاثة أربعة من ناشئين المحلة والباقي كله لعيبة مختلفين. كابتن محمد حشيش، لعيبة الأهلي في ملعب الغزل بيبقوا باصين المباراة دي إزاي؟ هو طبعا الأهلي لما بيطلع يلعب بره عموما وبالذات لما طبعا كان بيبقى مسموح بحضور جماهيري كانت دايما بتبقى ماتشات صعبه، لكن بيتهيألي ملعب الغزل ليه قصصه وحكاياته. بص احنا طبعا الجيل بتاعنا يختلف عن الجيل دلوقتي في النادي الاهلي. الجيل بتاعنا كان بيلعب كتير في المحله لان المحله كانت قسم مشترك في بطوله الدوري وكانت من الانديه اللي هي بتاخد طبعا مراكز متقدمه وعندها زي ما قال شريف. هو الجيل بتاعنا دلوقتي تقريبا اول مره يلعب في المحله بالظبط، ده اللي انا عايز اقوله لك يعني ان ما حضروش ملعب المحله ايام ما كانت المحله يعني يعني هم طبعا الحمد لله راجعين تاني وتاني سنه في الدوري، بس قبل كده كان فرق واجيال كبيره متتابعه في المحله
المنتخب مصر كان في قاسم مشترك ثلاث او اربع لعيبه من المحله، نفتكر طبعا شوقي غريب والزفتاوي وكان صابر عيد وكان خالد كرم، يعني سواء المنتخبات الناشئين او المنتخب الكبير. طبعا غياب المحله الحقيقه الفتره اللي فاتت دي يعني برضو اثرت شويه على مستوى الاداء، انما انا شايف ان الجيل ده اللي هو زي ما الشريف بيقول كلهم من ابناء المحله، دي بتدي برضو روح وحماس للعيبه ان هم يرجعوا بالمحله لسابق عهدها. يعني الجيل بتاع النادي الاهلي ما حضرش ملعب المحله، احنا حضرنا زي بقول لك ملعب المحله كتير، وكانت من الماتشات الرزله واحنا رايحين. ايوه الماتش بتاع السنه اللي فاتت برضه، والماتش بتاع السنه اللي فاتت كان ماتش برضه جمهور جامد مالي طبعا المدرجات. زي ما الشريف بيقول هم طبعا من اول دقيقه تشجيع في المحله، الا اذا حصل حاجه بقى والنادي الاهلي جاب جون فبيخرجوا عن شعورهم بقى ويبتدوا يشجعوا النادي الاهلي. انما كانت ماتشات الحقيقه صعبه جدا. ده الماتش بتاع السنه اللي فاتت طبعا. ثلاث نقط غاليين خسرهم الاهلي في المباراه دي، ويمكن ده اللي هيدي نوع من التركيز بالنسبه للعيبه النادي الاهلي. ان المحله السنه اللي فاتت من اسباب فقدان الاهلي بطوله الدوري. ايوه خليني اسال كابتن شريف، كل ملاعب مصر اتطورت، يعني نقدر نقول دخلت بقت من الجيل الثالث، او في كمان ملاعب عندنا يعني اعتقد من الجيل الرابع، ليه ملعب المحله ما اتطورش رغم انه من الملاعب القديمه جدا يا كابتن شريف؟ هو ملعب المحله حصل، انت عارف دلوقتي نادي المحله في شركه كوره جديده. مع الوزير هشام توفيق بدا يعمل شركه الكوره ديت برئاسه المهندس علي العباسي، وبدا يعمل تطوير في استاد المحله. نمره واحد في التطوير عمل غرف الملابس صغيره خالص وجددها. النجيله طبعا بدات تتطور وغير النجيله كلها، بدا في المدرجات حول الدرجه الاولى والثانيه كلها لمقاعد، بدل ما كانت مجرد دكك كده عملها مقاعد. في تطوير خطه تطوير، يعني في مراحل تطوير، تطوير يبدا يخش على التراك ويخش على المدرجات. ولا انتوا سايبين الارضيه كده قاصدين؟ لا لا الارضيه دي السنه اللي فاتت اتجددت. دي الارضيه دي متجدده، جددت الارضيه يعني السنه دي احسن، هي يمكن احسن من قبل كده بكتير. بس لسه برضو ما يعني بتهيألي ما وصلتش لل لا هو خد بالك يعني. زي ما محمد حشيش بيقول لك كده، احنا في وقت من الاوقات كان احسن نجيله في مصر هي نجيله غزل المحله. واخد بالك يعني لما كنا احنا بنلعب كان المنتخب لما يعمل ماتش ودي يجي يلعب في المحله عشان نجيله المحله افضل نجيله موجوده. تمام. فهو طبعا بعد المحل عن الدوري الممتاز هو اللي خلى الملعب، خلى عدم الاهتمام. مشكله بيجوه. الملعب ده كمان وكان بيضايقنا لانه صغير شويه عن مساحته اقل شويه فبتبقى فيه زحمه، مفيش مساحات. عايز اقول لك ان فريق المحله انت عارف في ستايل كده لفرق مصر. يعني مصر البورسعيدي بيلعب بطريقه معينه، الدراويش بتلعب بطريقه معينه، المحله كانت بتلعب بطريقه معينه، بيعتمدوا في جميع الاجيال يعني لياقه بدنيه عاليه جدا، كميه جري غير عاديه. وعلى راسهم طبعا شريف كان متميز، جسمه قليل بس كان بيجري جري كتير جدا جدا. والالتحامات قويه جدا، بيلعبوا بروح. انت عارف اي فرقه طبعا بتلعب النادي الاهلي بتبذل اقصى ما عندها طبعا. فنادي المحله طبعا نتيجته السنه اللي فاتت بعد رجوع للممتاز مع النادي الاهلي هتديله برضه ثقه بالنفس انه ايه على يقدر يعمل، وعلى ملعبه يقدر يعمل ده تاني. يقدر بس هيهات يا كابتن حشيش، بس فين هيروح فين بقى المره دي؟ انت فاهم ازاي الحته دي؟ احنا كنا مش هقدر ابقى محايد بصراحه. احنا كنا احمد نسيناهم شويه فهم جم فكرونا. بس لا الماتش طبعا بكره. انا عايز اقول لك كان طاهر ابو زيد مره كان معايا من في فتره كده وبعدين بيقول لي يعني انت يعني انتوا في الطبيعي في اي لا في الملعب يعني ساعه ولا بعد بنلعب وانتوا بتلعبوا الطبيعي في اي في اي ماتش ان في حاجه اسمها جس نبض ربع ساعه 10 دقائق. أيوه. انتوا بتفتحوا القفص من اول دقيقه كله مفيش جس. لان احنا عندنا بتبقوا كلاعيبه وكجهاز فني بتبقوا شايفين المباراه دي مختلفه. يعني انا بشوف ومش بس المحل الحقيقه، بشوف انه كل الفرق قدام النادي الاهلي بتيجي تقدم يعني واخرهم المقاولين بيلعبوا باقصى ما عندهم طاقتهم. طبعا لو الفرقه دي بتقدم المستوى ده يا كابتن شريف طول المسابقه الكره في مصر تبقى في حته ثانيه خالص. بص هو انا عاشرت
الموضوع دوت وانا لعيب وانت مدرب وانا مدرب واحنا لعيبه كان ايامنا هي المباراتين للمحله او ثلاثه بكتير في السنه بتذاعوا منهم الاهلي والزمالك ولو ماتش نهائي كاس ولا حاجه واخد بالك وانا مدرب كان ماتشات كتير بتتذاع بس ال 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 في دايما المدرب بيجي فتره كده عايز يعمل محاضره تحفيزيه او بيحمس اللعيبه قبل المباراه ليله المباراه بعمل بالليل محاضره بتقول لهم ايه يا كابتن شريف بقى لا طبعا ماتش الاهلي بقعد يعني بقى لا انا بعمل محاضره تحفيزيه في جميع المباريات ما عدا الاهلي والزمالك هم متحفزين ماسكين المصاحف ليله المباراه وقاعدين وكل واحد عايز يظهر باحسن مستوى لان نسبه مشاهده حتى لو المباريات كلها مذاعه في مباريات الاهلي والزمالك اعلى بكتير قوي من اي مباراه ثانيه فاللاعب عايز يظهر في المباراه دي باحسن صوره عنده وبالتالي سعره في الاحتراف بقى يزيد ويبدا يبقى له رقم ثاني لعل وعسى الاهلي يبدا يفكر فيه الزمالك يفكر فيه الانديه الكبيره تفكر فيه وبالتالي انت مش مطالب انك تحفزه انا بقى بعمل العكس ببدا لهم اهدوا مباراه زي اي مباراه ما تشدوش ليه لان ممكن الحماس الزايد يبقى يجيب نتيجه عكسيه يخرجوا بره يبقى ايوه يطلع بره التركيز بتاعه فهي ماتش الاهلي والزمالك مش محتاج تحفز حد فاحنا واحنا لعيبه كلنا مش مستنيين مدرب يقول ايه احنا بنقعد نجمع بعض ونعمل بعض محاضرات وخطوط مع بعض نجمع بعض ونتكلم طب انت خد بالك عندهم طاهر ابو زيد عندهم حشيش عندهم مش عارف واخد بالك نبدا نظبط احنا من غير محاضره المدرب وبعد تيجي محاضره المدرب احنا عايزين نقول لهم حاجه بس يا احمد لعيبه المحله زمان يعني زي ما الشريف بيقول كان ماتشات قليله بتتذاع فكان اللعيبه بتتاخد منتخب مصر عن طريق الماتشات دي طرف اهلي او زمالك دلوقتي احنا عايزين نريحهم ان في ماتشات كتيره بتتذاع وهتتشاف واليوتيوب يعني موجود ومخدره دي بس دحونه ومخدره دي فما يقلقوش هتشافوا يعني لا بس المحله السنه دي اعتقد مختلف عن المحله السنه اللي فاتت السنه دي السنه اللي فاتت كانت اول سنه تقييم الدرجه الاولى لسه الرهبه وخصوصا ان هم قبل كده تعودوا ان هم يطلعوا وينزلوا تاني فكان في رهبه ان ايه ان احنا طالعين ونازلين تاني لما السنه دي قعدوا وبقى في ثقه اكتر اعتقد وبقى في شركه كوره مهتميه وبدات تعمل تدعيم وبدات تبقى في شكل احترافي اكتر شويه بدا يبقى في شكل افضل ولحد دلوقتي هم مدين اداء كويس يعني هم عندهم 8 نقاط من ماتشين ماتشين تعادل وماتشين والاربع مباريات عشان كده بقول بدايه السنه دي يعني مش ده المحل اللي كان بيصارع على هبوط لا 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 السنه دي افضل وروح الطموح زاد عند الجمهور وعند اللعيبه يعني هم دلوقتي حطوا نفسهم في مسؤوليه كبيره جدا لعيبه المحله ايه هو ان دلوقتي الطموح كان عند جمهور والنبي يعني نبقى في نص الجدول نبقى شكل كويس نبقى بعيد عن الهبوط بعد النتائج ديت انت لعبت اربع ماتشات منهم ثلاثه بره ملعبك يعني احنا لعبنا في ماتش انبي بس اللي في المحله كان مكسب كبير كسبناهم 3-0 وبالتالي الطموح زاد عند الجمهور وبقت المسؤوليه اكبر لان إيه دلوقتي هتنافس على الدوري ولا ايه يا كابتن شريف؟ لا والله بدا الجمهور دلوقتي يتكلم ليه يعني 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 السنه اللي فاتت كان كل الطموح ايه يعني ناخد بونت من الاهلي وربنا كرمه وكسبنا لا السنه دي ليه ما نكسبش بقى ما احنا 8 بونت وممكن نكسب ونخش في المنافسه انا في النقطه دي بجد مش هبقى محايد برضو واقول انه انا مع كل الانديه الجماهيريه يعني مع فكره انه الانديه الجماهيريه دي الانديه اللي وراها ظهير جماهيري تخش تاني وتنافس تاني طبعاً. وتصحح من اوضاعها وتلاقي المصادر التمويل بس ده برضو يعني ايه احنا كلنا نفس الشعور وكلنا نفس الاحساس بالنسبه للفرق الجماهيريه بس الموضوع بقى عشان نبقى واقعيين القصه بقت ماده تمويل وتمويل وتدعيمات ده بالعكس يا كابتن الحشيش انا بشوف الانديه اللي عندها جماهير دي هي الانديه اللي عندها قدره اكتر على استقطاب راس المال والمستثمر انت عارف يا احمد التسويق بقى دور التسويق في نقطه يعني في ظل الاقتصاد القوي للانديه وخصوصا انديه الشركات والتدعيم القوي جدا وشوف حجم المصروف من كل الانديه ديت هنشوف فاركو طالع من الدرجه الاولى صارف ايه شوف فيوتشر شوف بقى الصرف كتير الدعم الوحيد للانديه اللي هي ذات الامكانيات المحدوده ماديا الجماهيريه هو الجمهور في ظل عدم وجود الجماهير فانت فقدت الميزه اللي انت المفروض تديك باور جوه الملعب طبعا فانت الامل الوحيد هو ان الانديه دي تبدا تشتغل خارج الصندوق شويه الانديه الجماهيريه اقصد
انت هتشوف فين المنصوره، فين طنطا، فين الاولمبي، فين اولمبي، فين انديه كتير، الترسانه كلها يعني ما عادتش موجوده. فالحل الوحيد هو دعم الجمهور وعوده الجماهير بشكل كويس جدا، وان مجالس الادارات دي تبدا تفكر بره الصندوق شويه. صحيح. يعني ما تعتمد كل اعتمادك ان انت على الميزانيه بتاعتك اللي هي دلوقتي ما تنفعش في الاحتراف، فلازم تبدا تدعم وتشوف موارد ثانيه عشان تبدا تخش. صحيح. في المنافسه. طيب نتكلم كره شويه معاكم. اتفضل. ايه رايك في محمد عوده وازاي بتشوف تفكيره او طريقته اللي هيواجه بيها خصوصا الاهلي السنه دي؟ يعني مكشر عن انيابه زي ما بيقولوا، الطريقه والاسلوب اللي ممكن يواجه بيه النادي الاهلي على ملعبه، هيلعب مباراه زي ما انت بتقول كده من اول دقيقه ينزل فاتح خطوطه ويهاجم، ولا متوقع ان السيناريو يبقى مختلف؟ بيجرجرني. طلع اللي عندك. انتوا جايبيني ايه؟ لا عايز لا اصل الاثنين يعني اوراق مفتوحه كلها. اكيد يعني النادي الاهلي والجهاز الفني بتاعه شاف المحله كذا مباراه، والمحله شافت النادي الاهلي. يعني بس بيتهيألي مستر موسيماني عامل ربكه شويه للناس السنه دي، يعني الناس مش عارفه حيرنا. يعني الناس تلعب جيم مفتوح وتهاجم الاهلي وتبقى تطمع في المباراه، ولا الناس تقفل تلعب جيم مقفول وتقف زون من الاول وبرضه هتخسر المباراه. يعني خليني اقول لك يعني ايه، يعني انا سبق لي ان انا قابلت الاهلي وانا مدرب كتير. بس طبعا كان عناصر تحتار تمسك مين وفي مين. فاي مدير فني بيجي يلعب النادي الاهلي مش من الذكاء ان يلعب قدام الاهلي جيب مفتوح، وخصوصا لما يكون نادي زي النادي الاهلي اللي فيه كل عناصره مفاتيح لعب. وبالتالي يعني انا باجي العب المقاولين، العب الاتحاد، العب بتاع، في عنصر اتنين بلعب عليهم. انما انا لما باجي العب النادي الاهلي، النادي الاهلي مفاتيح لعبه كتير، وبالتالي هنا في مجهود مضاعف، فما ينفعش افتح الخطوط مع النادي الاهلي. لازم اكون مقفل خطوطي، ولازم انا بتكلم كفكري انا. أيوه فهمت. وبتكلم طب. اعتقد بنسبه كبيره جدا ده الفكر اللي بيفكر فيه عوده، انه يقفل خطوطه، انه يلعب في مساحه ال 25 متر بالكتير الثلاث خطوط، ويبقى التحرك جماعي بحيث انه ما يعملش ستريتش للملعب، ويساعده في كده زي ما قال حشيش نقطه مهمه جدا، ملعب المحله اضيق شويه من استاد النادي الاهلي اللي هو بيلعب فيه استاد ويستاد. وبالتالي لازم تضيق مساحات عشان لما يكون في كم لعيبه مهاريه ومفاتيح لعب كتيره ما ينفعش اديهم مساحات. وبالتالي لازم اقفل الخطوط. وهنا بقى يعني دي سلاح ذو حدين، اذا ما انتقلتش من الناحيه الدفاعيه اللي انا بلعب بها دي للناحيه الهجوميه بسرعه لما اقطع الكره، انا حطيت نفسي في مزنق، وهو الضغط لمده 90 دقيقه، والضغط يولد الاخطاء. فلازم يبقى في عندي لعيب او اثنين من اللي هم عندهم سرعاته موجود في المحله، في اكتر من لعيب، في عبده يحيى لعيب مميز، في احمد مميز. لا هكلمك على اوراق المحله، وهنتكلم على اوراق الاهلي برضو زي ما قلنا كل حاجه. على اوراق الاهلي الاول. هنتكلم على اوراق الاهلي، بس خليني برضو اشوف كابتن حشيش طريقه الموسيماني في الـ في الـ في الـ في ماتش بكره. من حسن الحظ انه الراجل لعب او جرب انه يلعب على ملعب محله، ملعب مش جديد عليه طبعا، ودي نقطه مهمه جدا في المواجهه. عنده يمكن غياب حمدي الغياب الوحيد الاجباري او الاضطراري، وهو بالتاكيد مؤثر، لانه حمدي طبعًا من بدايه الموسم الحقيقه طبعًا ما شاء الله مقدم مستويات اكتر من رائعه. ناس كتير بتفكر انه يغير طريقه او مش يرجع للطريقه اللي كان بيلعب عليها، او انه يلعب بنفس الطريقه ويجد البديل اللي ممكن يؤدي الدور اللي حمدي كان بيقوم بيه. شايف ايه السيناريو الاقرب؟ انا شايف انه هيفضل بنفس الطريقه الجديده اللي بيلعب بيها 3 4 3 ده. لو ما كانش بيلعب بيها لازم يلعب، انا في رايي يعني الشخصي يعني، ان لو ما كانش بيلعب بيها لازم يلعب بيها بكره. ليه؟ المحله هتقفل مع النادي الاهلي زي ما شريف قال، وهتعتمد على الهجمات المرتده، لانهم بيملكوا سرعات مظبوط في نص الملعب، وفي انطلاقات كبيره. وفي نفس الوقت طريقه 3 4 3 بتدي فرصه او مساحه كبيره للاطراف بتاع النادي الاهلي، الباكين باك رايت والباك ليفت، ان هم يزيدوا الملعب. ده محتاج ان انت لازم الناس تلعب على الخطوط عشان تفرد الملعب شويه، لان زي ما بقول لك هو ملعب صغير، فلو انت لعبت عن طريق الاختراقات من النص مش هينفع، فانت لازم تلعب على الخطوط. وجود الثلاثه ورا بتدي اريحيه، مع طبعا الاثنين الديفندرات اللي هيبقوا موجودين قدامهم، بتدي اريحيه لعلي معلول وايا كان
الباك رايت اللي هيلعب اعتقد انه ممكن محمد هاني بكره يبقى عندهم فرصه ان هم يعني هتحط اكرم مكان حمدي يعني ممكن ولا هتريح اكرم جدا. لا 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 هلعبه في نص الملعب مع ديانج والسولاي فاعتقد ان هيبقى عندهم فرصه لان هم يعني يهاجموا او يشاركوا في الهجوم بشكل ايجابي وفعال وفي نفس الوقت يبقوا مريحين عشان السرعات هيبقى موجود عندك الراجل الثالث اللي مع المساكين وفي نفس الوقت الديفندرات ايوه وهيدي والله مش الديفندرات بس حتى كمان السوليه وديانج بقى بيزيدوا ما هو دلوقتي لما بتلعب بواحد مستني لتحت بتدي فرصه لواحد من الاثنين ديانج او السوليه يطلع ان هو كامل. يهاجم وشفناها في الماتش اللي فات بتاع المقاولين ديانج رايح السوليه مستني السوليه بيروح وبيكمل يعني بيعملوا حته شفناها في ماتش الزمالك وشفناها في ماتش الزمالك فاعتقد في البنك الاهلي يعني تقريبا في كل ماتشات السوليه ان شاء الله الدور كتير يعني. الدور اللي بيلعبه السوليه وديانج السنه دي محوري جدا في الناحيه الهجوميه للاهلي انا شايف الطريقه اللي ابتكرها موسيماني واللي الناس قعدت تنتقد فيه شويه قبل كده انا شايف انها جابت اثرها وماشيه مع النادي الاهلي الفتره دي بعد كمان التدعيمات اللي موجوده طبعا يعني طبعا. بعد اريحيه كبيره والسرعات ومحمد شريف وبتدي كمان وده الاهم بقى محمد قفشه ان هو يقدر يبقى حر في نص الملعب ما يلتزمش شويه بالحته الدفاعيه بتدي له برضو ايه انه يقدر يبقى رمانه ميزان يمسك الكوره يقدر فدي طريقه مناسبه جدا تمام. هتعتمد بقى على التشكيل وانا يعني اعتقد ان التشكيل مش هيبقى فيه تغيير كبير قوي عن الماتشات اللي فاتت باستثناء طبعا التغيير الاجباري وهاني ينزل بالظبط هاني ولا كريم لا هاني هاني لازم يدي هاني على فكره تمام لان ما ينفعش انا ادخل كريم وهاني لسه طيب انا ببعدك خالص تمام. دي حاجه نفسيه بقى ما عندي تمام اظن كشفنا كل حاجه اهو الخطه وطريقه اللعب والادوار الدفاعيه والادوار الهجوميه هو في حد في مصر ما يعرفش الاهلي بيلعب ازاي ده مش المحله بس ده مصر كلها عارفه الاهلي بيلعب ازاي طيب خلينا نتكلم اكتر عن المحله مع كابتن شريف الخشاب وطبعا مع كابتن محمد حشيش بس اسمحوا لنا نروح لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في السادسه مرة تانية برحب بحضراتكم في السادسة قبل ما اتكلم مع كابتن شريف الخشاب على المحل عايز اسمع رايه الاول في مستر موسيماني تحديدا في الموسم ده يعني اربع جولات خاضها الاهلي في بطولة الدوري قدم فيها اداء وقدم فيها على مستوى النتيجة كمان مردود اكتر من رائع فيهمني اسمع راي كابتن شريف في مستر موسيماني نسخة ال 2022 مستر موسيماني من المديرين الفنيين المحيرين اللي هو ما تعرفش تمسكه ما تعرفش هو يعني ايه تشوف النهارده بيلعب فتقول خلاص يعني ايه انا جبت الراجل ده عرفته تبص تلاقي الماتش اللي بعده بيعمل حاجه تانية خالص وبالتالي ده محير لاي مدير فني يجي يلعبه هو حط ايده على مفتاح لعب النادي الاهلي بشكل كويس جدا وعرف يعمل توليفه كويسه وزائد دلوقتي النادي الاهلي الاداره موفره مجموعه لعيبه يعني انت عندك فرقتين في النادي الاهلي مش فرقه واحده يعني أيوة. اعتقد لو النادي الاهلي في مسابقتين ثلاثه دلوقتي يخش فيهم ويلعب وهو مرتاح جدا وعنده اريحيه بدليل ان انت يعني لما يغيب لعيب ما تحسش يغيب اثنين لعيبه ما تحسش البديل بنفس مستوى اللعب وده اهم حاجه للفريق البطل اذا كان عايز يكون يحصد بطولات ان تكون البنش او الدكه اللي بتاعته اللي بره بنفس قوة اللعيبة اللي جوه الملعب. أيوه. هو في الوقت دوت ما يقدرش يعاني طول السنة لا من إجهاد ولا من بطولات زيادة ولا ضغط مباريات لأن هيبقى عندي كم لعيب أعمل روتيشن زي ما أنا عايز. زائد إن هو فكر يعني هجومي يعني باستثناء بعض الحاجات كده ساعات ما بتعجبنيش في الشوط الثاني ماتشات تغييرات؟ بعض التغييرات بحس إن هي يعني مش في حساباتنا احنا كفنيين بنتفرج وقد يكون هو ادرى لان يعني ممكن تعجبنيش بس هو ممكن يكون ادرى لأسباب عنده اسباب لان هو اللي بيمرن وهو اللي شايف وهو اللي عارف اكتر مني انما في بعض التغييرات بتيجي نتيجتها مش ايجابيه وهي دي اللي ممكن بتاخر شويه النتيجه في الشوط الثاني او بتعكس اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني انما هو ماتش زي ماتش الزمالك عمل ماتش فوق الممتاز بس برضه جينا في الشوط الثاني بقينا محتارين في التغييرات طيب خليني اكلمك على المحله شويه ايه المفاجاه اللي ممكن المحله يكون مجهزها الاهلي بكره
يعني انت لو عايز تفاجئ، عايز تعمل حاجه بره الصندوق زي ما بيقولوا كده، وتعمل حاجه تربك حسابات مستر موسيماني بكره، ايه الطريقه او الاسلوب او اللعيب اللي ممكن تلجا له عشان تعمل المفاجاه دي يا كابتن شريف؟ هو انا عايز اقول لك ان طبعا اوراق المحله مش كتيره بكم اوراق النادي الاهلي. اعمار اللعيبه مش كبير كمان، يعني الخبرات مش بحجم خبرات لعيبه النادي الاهلي. لو قلنا اسعار لعيبه المحله بالمقارنه باسعار لعيبه الاهلي هتلاقي في فرق كبير جدا، انما في الحاجات دي في الملعب حاجه واحده بس، دي مع وجود دوافع، مع وجود دافع وحيد ان دايما كنت بلعب عليه سواء انا مدير فني او اعتقد بكره ممكن يحصل، وهي الروح العاليه للعيبه داخل الملعب. ممكن يكون انت اقل من اللعيب اللي قدامك في المستوى، انما لما انت متحفز بشكل كويس وروحك عاليه جوه الملعب تعوض فارق المستوى دوت في الاداء، والا ما كانش فرقه صغيره تكسب فرقه كبيره. هو ده اللي ممكن تعوض، انك هتلاقي روح عاليه جدا جوه الملعب، في باور، هتلاقي اللعيب بيقع ويقوم تاني في نفس الوقت، هتلاقي اللعيب كله بيروح وكله بيرجع بسرعه، هتلاقي في باور جامد جوه الملعب. انما اعتقد ان ممكن عوده بكره يلعب في سنتر فيرود واحد بس، هو عبده يحيى. وعبده يحيى عنده سنتر فيرود بس عنده النزعه النزول لنص الملعب عشان يعمل زياده عدديه كمان في نص الملعب، ويستغنى عن احمد ونيم اللي هو سنتر فيرود صريح، ويلعب بباولو فوافي عشان يقفل اطراف النادي الاهلي، ويبقى بيلعب بخمسه في نص الملعب. اعتقد يعني ممكن نلعب كده، وده الحل الاسلم للقفل الملعب على النادي الاهلي وعمل زحمه في وسط الملعب. ايه اللي ممكن انت بقى تعمله مقاطعة الكره؟ لازم يكون عندك سرعات زي هشام عادل من ناحيه الشمال، او باولو فوافي لما ينزل، لما لو لعب من الطرفين، ودول ممكن يعملوا. عندك كوني ممكن يلعب، عندك في نص الملعب مسمار كويس جدا زي ماو، كل النادري احتمال كبير احمد النادري يلعب، لعيب ديفندر قوي جدا، وبالتالي انت بتحط ستاره جامده في نص الملعب وتعمل زحمه، تعتمد على انك لما تقطع الكوره في سرعات وهم حافظين ملعبهم كويس ويقدروا يعملوا الكوره طويله في ظهر الباكين، وخصوصا طبيعي ان النادي الاهلي يكون ضاغط بكل خطوطه وخصوصا من عند معلول. ايوه عندنا الشناوي ورا ما تنساش. ما هو مش هتلاعبنا بالشناوي لوحده يعني. طب انا جبت لك الطريقه وجبت لك التشكيله كابتن حشيش، واضح بكره انها هتبقى مباراه مقفوله، وواضح فيها انه سيناريو الاقرب انه يتكرر هو سيناريو البنك الاهلي والمقاولين، يعني سيناريو الزمالك والاسماعيلي هيكون مستبعد شويه. عشان كده مفتاح المكسب بكره هو عدم تعليق المباراه. لو فضلت المباراه متعلقه ايوه بتدي نخلص بدري يعني. بس كده ليه بقى؟ لان انت لو جبت جون في البدايه او جونين في البدايه فرقه المحله مش هتدافع خلاص تاني، يعني ما هو 2 زي 3 زي 4 لازم هتبتدي تهاجم، هتفتح المساحات. هو جون، لو جه جون انا هدافع ليه يعني؟ هدافع ليه؟ وانا بالنسبه لي خساره 1-2 بس كده. فانا بلعب باسلوب لعب بحيث ان انا مقفل الجيم، انما لو جايه في جون لازم اغير طريقه لعب، وبالتالي هتتخلق بقى المساحات اللي يقدر النادي الاهلي يلعب فيها ويقدر يحرز مزيد من الاهداف. كمان في نقطه تانية بانت ماتش المقاولين برغم الايجابيه الكبيره جدا اللي كانت على مرمى المقاولين العرب من النادي الاهلي وهجمات من هنا ومن هنا وتنوع الهجمات، انما هي اضاعه الفرص. مش عايزين نخش تاني زي السنه اللي فاتت ان انت بتهاجم وبتضيع الفرص وتيجي واحده. فانت لازم السيناريوهات القديمه دي وبالذات السيناريو مع المحله الماتش اللي قبل كده انك لازم من البدايه. ما هو ده انا كنت عايز اقوله لحضرتك برضو، يعني الاهلي مش بس برضو يعني بيتهيألي اللعيبه وهي رايحه الماتش المحله ده في ذهنها جدا الماتش بتاع السيزون الاخراني، فهي مش رايحه بس تدور على النقطه 15، لا لا هي رايحه لا كمان لا لا تخلص الماتش بتاع الدور الاول السنه اللي فاتت. كان تركيز موسيماني خلال اليومين اللي فاتوا هو الكلام اللي احنا بنقوله، الدرس المستفاد من المباراه اللي قبل كده. محله من الفرق اللي تسببت في ضياع بناط وبالتالي ضياع بطوله الدوري، فرقه زي ما قلنا رزله ومتحمسين وعندهم سرعات وبيلعبوا على ارضهم مع النادي الاهلي واخدين الثقه من المباراه اللي قبل كده، فمش رهبين الموضوع. فانت لازم
تكسر الكلام ده بايه بقى؟ بالضغط اللي من بدري قوي، احراز هدف مبكر يقدر يفتح ويسهل لك ويفتح الجيم. طيب احنا اتكلمنا على مميزات مستر موسيماني الموسم ده، او مميزات طريقه لعب مستر موسيماني الموسم تمام. ده وقلنا انها نجحت في الاختبارين تمام. الجيم اللي مفتوح للفريق اللي قدامك، يعني ممكن يكون طمعان فيك وعايز يكسب الماتش، كسبنا قدمنا اداء رائع وقدمنا وجبنا سكور عالي تمام. او حتى الفرقه لعبت زون وحاولت تخطف منك نقطه، برده مع الضغط الهجومي قدرت تتحقق ده تمام. في ناس النهارده تقول لك طب، وتحديدا في النقطه اللي انت بتتكلم فيها في ماتش المقاولين والفرص اللي ضاعت، في ناس بتطالب انه يبقى في تدوير بالذات في الاوراق الهجوميه بتاعه النادي الاهلي، يعني مره بيرسي مره عبد القادر مره ميكيسوني، وفي ناس تقول لك لا انا اعتمد على الناس دي تفهم بعض، تبقى في انسجام اكتر، ولما احتاج بعد كده اجدد او في ظروف معينه اقدر ادفع بالاوراق الثانيه. لو تلاحظ هو احمد بيعمل كده، بس بيعملها بطريقه ثانيه، مش ان انا التغيير ان انا ابدا من اول الماتش بالناس الجديده اغير. اولا لازم احافظ على ثبات التشكيل اللي الناس كلها بتنادي بيه، ان لازم يبقى فيه ثبات للتشكيل، وفي نفس الوقت الشوط الثاني ابدا ادفع بالاوراق اللي هي ممكن اجي وقت ابدا بيها. يعني شفنا الشحات، شفنا احمد عبد القادر، الناس دي نزلت في الشوط الثاني وادت، فهو محافظ على القوام الرئيسي، وفي نفس الوقت بيبقى محتفظ باوراق قويه على الدكه ان هي برده ممكن تعمل له الفارق في الناحيه الثانيه. في عمار كمان لسه النادي الاهلي ما استفادش بيه، يعني انت عندك عمار وميكسوني يمكن هم وكريم فؤاد يمكن، انت عندك يا احمد وحسام حسن. السنه دي غير السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كان محدد الطريقه لان الاوراق اللي كانت افيلابل عنده ما كانتش يعني محدوده، ما كانش فيه كم من اللعيبه، ما كانش محدوده برضه يا كابتن حشيش، يعني اصابات كانت بصراحه، كان في اجهاد، كان في ضغط ماتشات، كان الاهم من كده برضه، لكن ما نقدرش نقول انه، لا انا عايز اقول لك دي ناس جايبه افريقيا مرتين، يعني بره الصفقات الجديده الفريق ده جاي ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، اللي عايز وسوبر افريقيا وثالث كاس عالم انديه. انا هقول لك الاهم من ده كله ايه، السنه اللي فاتت ما كانش فيه منافسه حقيقيه بين اللعيبه، واخد بالك؟ السنه دي في منافسه، يعني هقول لك على حاجه، احنا كجمهور النادي الاهلي كنا كل ماتش بنقول ايه، يا ترى هيلعب مين في الناحيه الثانيه، ده الباك رايت مصاب، وهو اللي جاء عمل موضوع اكرم، ما كانش في احتياطي باك رايت، لاعب كذلك برضو المساكين، جاب حمدي فتحي ولعبه في الحته، يعني في حاجات كثيره جدا جدا كمان مهمه جدا، يعني بتفق مع حشيش فيها، يعني انت لما كان عندك اجايه وبيتصاب اللي هو جاي مش معمول حسابه خالص السنه دي، لما كان بيتصاب كنت الدنيا بتقف اجاي اللي هو خارج حساباتك السنه دي. ده معناها ان انت عندك السنه دي افضل بكتير، لاين فيرود افضل بكتير من هقول له حاجه ثانيه يا شيخ، مفيش شك يا احمد، السنه اللي فاتت لما كان مثلا حسين الشحات بيتصاب بنحط ايدينا على قلبنا، يا نهار ابيض ده هو الطرف اللي مش عارف ايه، ده هو انت فاهم ازاي؟ دلوقتي انت ما بقاش انت كجمهور نادي الاهلي مش فارق معاك، معلش انا اسف، يعني حسين يقعد النهارده، طاهر محمد طاهر يقعد، ما هو مستبعد طاهر وكهربا، كهربا وطاهر بره، اللي انت كنت معتمد عليهم بتقول يا رب بس كهربا يلحق. والله طاهر يلحق. والله يا كابتن حشيش انا هاجي لك في النقطه دي، النقطه دي مهمه جدا، النقطه دي يعني كده في ضغط من الجماهير وكده في ضغط من الجماهير بالزبط. لانه ده برده اعتقد عامل ضغط على مستر موسيماني وعامل ضغط على اللعيبه بس مريحه في حاجه معاك، انه مريحه في المنافسه بين اللعيبه كمان، ماشي المنافسه ماشي متفق معاك تمام، وبعدين هو من المدربين اللي هو مش هتبقى في الملعب كويس هتقعد، بس مطلوب منه في نفس الوقت انه يحافظ على طبعا الحاله المعنويه طبعًا وعلى الجاهزيه بتاعه النجم اللي ما بيشاركش، لانه وارد انه يحتاجه، ده الكوتشنج بالظبط، دي مسؤوليه. ومن الناحيه الثانيه مطلوب منه يتعامل مع ضغط جماهيري، عايزه يحط ال 30 لعيب في القائمه، الناس يعني عايزه تشوف الناس كلها، الناس عايزه تشوف كل الناس كلها، صحيح يعني صحيح. كل مره بيختار اسماء او بيختار تشكيل تلاقي فين عمار، فين مكسور، فين كريم، فين طارق، بيدور على مش موجود، انا لما امسك فرقه كمدير فني واحتار في تكوين تشكيل، انا كده كمدير فني اقول لنفسي انا عندي فرقه قويه جدا. أيوة. ليه؟ احط الهاف رايت ده ولا الهاف رايت ده؟ محتار بينهم الاثنين، يعني الاثنين كويسين. احط السنتر فيرود ده ولا السنتر فيرود ده؟ لا محتار، يبقى الاثنين كويسين. ده معناه ان انا عندي مستوى لعيبه متقارب، كل اللعيبه كويسين، وبالتالي انا عندي فرقه قويه جدا. الاخطر في الاهلي من وجهه نظر كابتن شريف خشاب، يعني لو انت بكره نازل تقول للعيبه المحله
الثلاث اوراق دول لو وقفتوهم قضيته على 70 80% من خطوره النادي الاهلي. هو في واحد منهم ظهر على الشاشه. هو في غير بيرستاول، انا عايز اقول لك ان في لعيب في النادي الاهلي في رايي الشخصي يعني اولا ما تعرفش توقفه وهو رمانة الميزان بتاع النادي الاهلي. قفشه لما يبقى في حالته. ايوه. خلاص؟ لان انا شايف الماتش اللي فات ما كانش عاجبني فيه بطء شويه في التسليم والتسلم عنده. في كمان لعيب في نص الملعب عندك اليو ديانج. ده كابتن سيد بيلعب بكره بيهزر مع محمد محمود. ده هو بيضحكوا علي عشان اعمل حساب. ده محمد بيضحكوا علينا. لا عايز اقول لك كمان ده محمد محمود ده ولد. بس يعني لسه جاي. شويه صبر بس ان شاء الله باذن الله. اليو ديانج من اللعيبه اللي هي بتغير في رتم النادي الاهلي، وخصوصا ان عنده الباور والقوه انه بيعمل الناحيه الدفاعيه 10 على 10 وبيكمل. صحيح ما بيكملش هجوميا بنسبه كبيره جدا، انما نسبه المس باص عنده تكاد تكون معدومه. من اللعيبه المميزين جدا. عندك كمان مفتاح لعب يعني خطر جدا، بس انا لو بلعب بره احاول العب في ظهره. معلول مفتاح لعب فظيع، فلازم توقفه وفي نفس الوقت انت ماذا كنت بتلعب ومقفل، لازم تلعب على المرتده في ظهر مين؟ في ظهر معلول. وبالتالي انت عندك مفتاح لعب خطير جدا من ناحيه الشمال. كان اكرم، بس اكرم ربنا يرجعه بسلامه، برده كان مؤثر جدا. محمد هاني من اللعيبه المميزين جدا جدا، بس انا مش فاهم ليه بعد بالطريقه دي. هو يعني طبعا في لعيبه كده بتبقى باد لك. محمد هاني كان متوهج السنه اللي فاتت، وحتى من قبل ما اكرم يلعب في نفس المركز كان مقدم، حتى مثلا يعني بفتكر مستواه في بطوله كاس عالم كان وصل لمستوى رائع، لكن الاصابه طبعا خدت منه كويس، محتاج الصبر عليه شويه. وفي نفس الوقت اللي لعب مكانه ايوه كمان خد الفرصه منتخب يعني بقى الاساسي. وبعدين ده لعيب جوكر، انت بتلعبه باك رايت ماشي، بتلعبه ديفندر في نص الملعب ماشي، اللي هو اكرم بسم الله ما شاء الله يعني لعيب. بس انا شايف كمان يعني زي ما اتكلمنا على مفاتيح الاهلي، انا شايف كمان صفقات يعني في عدد محترم من اللعيبه المحترفين في المحله، ومنهم كمان لعيبه عندها خبره في الدوري المصري، ما هياش لعيبه جديده، فبرضه في مفاتيح لعب عندكم محترمه جدا. لا يعني انا اعتقد ان انتوا عملتوا كام صفقه السنه دي يا كابتن شريف؟ عملنا حوالي 18 صفقه. 18 صفقه. 18 صفقه. في فلوس كتير يا كابتن شريف. فيهم ايه؟ في فلوس. في شركه كوره دلوقتي. بس انا يعني عشان اكون صريح معاك، يعني لو انا اللي في الموضوع، يعني انا كنت احبذ ان انا عندي تيم قعد في الدوري وعمل نتائج كويسه جدا. صحيح الكيرف بتاعه قل في الشوط الثاني، بس ده مش بسبب اللعيبه اللي بتلعب في الدور الثاني، ده بسبب ان انا ما عنديش البديل الكفء. فاللعيبه دي اجهدت، ولما تم اجهادها بشكل وخصوصا كيرف الفرقه نزل، الماتشات اتضغطت بشكل كبير، فبقى المستوى في الدور الثاني مش كويس، فده ادى ايحاء للي يجي يمسك المحله او للجمهور ان اللعيبه دي لا دي لعيبه وحشه. لا كنت انا في رايي الشخصي ان انا حافظ على مجموعه اللعيبه اللي لعبت وادت السنه اللي فاتت بشكل كويس، على الاقل 15 او 18 لعيب منهم، وكنت اجيب بدل 18 لعيب خمس صفقات بس سوبر، خمسه سوبر اللي انا ادفعه في ال 18 لعيبه دول كنت ادفعهم في خمسه سوبر تقال جدا، عندهم خبرات عاليه جدا. دي اعتقد تتفرج. انما انا صحيح جبنا ده بمناسبه كلامك على ديانجا كابتن شريف. يعني شويه لقطات، طبعا لقطات من ماتش الزمالك. لا ديانج عايز اقول لك ديانج لعيب اوروبي. يعني لعيب اوروبي، وانا افتكر كلامي لو الايام جت واتقابلنا تاني اعتقد انه هيكون له مستقبل في اوروبا. يعني لعيب عنده مقومات عاليه جدا. هو الاهلي دايما برضو مصنع، يعني صحيح احنا دايما في عين بتدور وبترصد الخامه، لكن برضو ما ننكرش انه ديانج اللي موجود السنه دي واللي احنا بنتفرج عليه طبعا. ما جاش الاهلي كده يعني. صح ولا ايه يا كابتن شريف؟ اكيد اكيد. هو كان جاي لسه منتخب اولمبي. كان بيلعب منتخب اولمبي في وهو لسه سنه صغير كمان. وهو صغير بس عايز اقول لك حاجه، يعني اتصنع واخد بالك، يعني اتصنفر في النادي الاهلي، احنا نقول عليه بلغه الكوره كده، يعني ايه، تخلص من حاجات كتير. زائد بيعجبني فيه ان هو يعني
الضغط في نص الملعب عالي جدا، زائد انه بيقطع الكره ما بيفقدهاش. النادي الاهلي يا شريف اداله فرصه انه يلعب في دوري قوي ويلعب في افريقيا ويلعب في كاس عالم، وهو استغل الفرصه. يعني هو استغل طبعا يعني، ودي لها نقطه كنت بتكلم عليها، انه ربنا سبحانه وتعالى بيدي في اوقات كتير جدا الموهبه الفطريه. صحيح. وممكن ما حدش يعرف يستغل موهبته انه يوصل. في اوقات كتير جدا بتبقى الموهبه بسيطه لكن معاها روح واصرار وعزيمه. ممكن لعيب امكانياته تكون اعلى منه وجات له الفرصه بس هو ما عرفش يستغلها. ياما. صحيح. انما يعني في اسماء كثيره، اسماء الواحد مش عايز يقول، يعني اسماء كانت مكسره الدنيا احنا واحنا بنلعب نقول ايه ده، وبعدين اختفى. فانت اللي بتستغل الفرصه، وانت يعني النادي الاهلي اداك الفرصه وخلاك تبقى مشارك في بطولات عالميه، وبالتالي انت اللي عليك الجزء الاكبر انك بتحافظ وبتستغل الفرصه دي عشان تحط نفسك في المكان الصح. هي مؤسسه برضه النادي الاهلي شريف، هي اللي برضو يعني المناخ طبعاً مفيش شك المناخ مفيش الجيد اللي بيخلي اللعيبه تحافظ على نفسها وتاخد يعني تمرن مع مدربين على مستوى عالي، تدخل في بطولات كبيره، بتديك كمان اهم حاجه هي روح المكسب والانتصار اللي بتخلي دايما الحافز موجود عندك. صحيح. فبتزود من قدرات اللعيبه بقى غير الفنيه، القدرات النفسيه يعني. صحيح. بعيدا عن الاهلي والمحله، شايف ازاي شكل المنافسه في نسخه الدوري السنه دي يا كابتن شريف؟ شايف المنافسه السنه دي اعتقد هتنحصر ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، وان كان دايما بيراميدز بيبقى نفسه مش طويل. يعني نفس في الاول كده تبص تلاقي نفس جامد جامد، وبعدين تبص تلاقي الكيرف بدا ينزل، وبعدين نخش في مسلسل تغيير المدربين. وده طبعا شيء مش بيعجبني على فكره في منظومه النادي الاهلي، ان الاداره بتجيب مدرب حتى لو الدنيا كلها قالت عليه وحش. ايوه. انا مقتنع بيه وجايبه وبتدي له فرصه كامله وبتقف في ظهره، وبالتالي ده بتخلي المدرب نفسه بيشتغل بثقه ويطلع كل اللي عنده، وبالتالي يثبت انه فعلا مدرب كويس. واعتقد ان ده مش موجوده في كل الانديه، يعني انديه ده مانشستر يونايتد لسه ماشي سولشاير النهارده. اخيرا بعد طول انتظار. كويس. بس بيصبروا عليه قد ايه؟ ما انا فاهم طبعا. بس يعني انت تغيير مدرب كتير ده مش كويس. يعني اولا معناها ان انت لا، انا بقول لك انه حتى انديه كبيره بحجم يعني كومان مشي في نص الموسم في نادي زي برشلونه. سولشاير مشي في نص الموسم في نادي زي مان يونايتد. انا بس يعني بدي امثله على نماذج يمشي يعني، لانه يعني تاخروا. لا، اقصد ان النادي الاهلي بيختار صح، وطالما هو واثق في اختياره فبيدي الفرصه كامله، ويبدا يحاسب امتى؟ بعد نهايه الموسم. وده اعتقد مش متوفره في انديه كتير، في انديه بتغير 3-4 مدربين في الموسم. ايوه. فاعتقد ان المنافسه بشكل كبير جدا شايف ان هي بتروح للنادي الاهلي والزمالك، ويخش بعديهم بيراميدز. فيما عدا ذلك هتلاقي كام فرقه. طب مين ممكن حصان اسود؟ يا تابعت الاربع جولات اللي فاتوا؟ مين الفرقه طبعًا اللي طبعًا فرقه ومديرين فنيين؟ جدا عجبني فيوتشر بشكل كبير جدا، فرقه جايه بشكل جامد. هتستغرب ان انا بقول لك فاركو، رغم ان فاركو لعب ثلاث ماتشات الاولانيين ما خدش حاجه، لسه كسبان الماتش اللي فات. اول ماتش النهارده تعادل على ما اعتقد مع سيراميكا، انما فرقه فيها مقاومات ان هي تعمل نتائج كويسه في الفتره اللي جايه. المحله اتمنى ان هي تكون البدايه بكره ان شاء الله. البدايه الايه؟ البدايه الايه صحيح؟ انت قاعد في استوديو النادي الاهلي، كل واحد ياخدها على المعنى. لا، انت شايف انه مباراه فاصله للمحله بكره؟ طبعا، يعني تفرق معاها كتير جدا. انا لسه بقول لك، يمكن مباراه فاصله بره حشيش. ماتش المحله يا اما هيخلينا نكمل في السكه اللي احنا، ماتش المحله والاهلي يخلينا نكمل في السكه بتاع المحله اللي هي رسمها الصح، او هيكون ماتش الاهلي سبب في ان احنا نتعطل شويه. طيب، اخد توقعاتكم سريعا، كم بكره يا كابتن حشيش؟ انا ما بحبش يعني اقول طبعا أرقام بس ان شاء الله مكسب النادي الاهلي يعني. كابتن شريف ان شاء الله اتمنى مكسب المحله، انما توقعات انه يبقى الماتش درو. نتمنى ان شاء الله باذن الله فوز بكره لنجومنا. كل التوفيق لفرقه النادي الاهلي، واشكر طبعا كابتن شريف الخشاب، شرفنا ونورنا النهارده في قناه النادي الاهلي وفي السادسه. أنا بشكرك وفرصه سعيده جدا. انا اللي بشكرك انك اتحت لي الفرصه، استمتعنا بحضرتك. اشوف اخويا وحبيبي حشيش، وحشني كتير، وفرصه سعيده ان انا فزتكم. ونتمنى ان شاء الله تكون مباراه ممتعه لجماهير الكره المصريه بشكل عام، وطبعا لجمهور الاهلي والمحله بشكل خاص.
نورت الدنيا كالعاده كابتن حشيش. بشكرك، بشكر حضرتك على وجودك معانا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. هنغيب عليكم بكره عشان نتابع المباراه ان شاء الله، هتكون الساعه 5:30، ونرجع ان شاء الله بعد كده اقابلكم على كل خير في السادسه على شاشه الاهلي. تحياتي لحضراتكم.